عليكم البنات، مرحبا بكم في القناه. اليوم فيديو جديد مختلف على لي فيديو اللي كتشوفوا. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم التقضيه ديال رمضان. الله يدخل علينا بالصحه والسلامه والله يبلغنا صيامه. الهدف من هذا الفيديو البنات غير باش تاخذوا فكره وصافي، وتعرفوا شنو هما المواد الاساسيه اللي خصها تكون عندنا في البيت يعني كل شهر وصافي، ماشي شي حاجه اخرى. خديت هنايا، خديت الطحين، خديت الطحين، انا كنستعمل هذا الكنز كيعجبني، كيجيني هو احسن طحين. خديت طحين فورس، وخديت سبيسيال الفينو، وخديت هذا الزرع باش نوجدو الشهيوات راكم عارفين، والخبيز وهذا. وخديت هنايا عندي الزيت، وعندي خديت عاوتاني، خديت هذا الحليب نيدو، يعني خديت كل حاجه كبيره باش هكا كيجيني يمكن حسن من تبقى كل ساعه غادا تجيبي، يمكن كتوفري كثر، كيبقى عندك هادشي في الدار. وكنظن هادشي راه اساسي خصو يكون في كل بيت. وخديت السكر ديال الاتاي، وخديت عاوتاني اتاي، وعندي هنايا خديت سميده، خديت الرز، هذا الرز زوين ممكن نستعملو، كيبقى مفرغز ما كيتعجلش زوين. وخديت هاد القاعه ديال الكونفيتير، خديت هذا مطيشه، خديت هاد القاعه ديال الخل، عندي عاوتاني هنايا خديت هاد المايونيز و نسكافي، عاود هاد الشعريه ديال الرز، الشعريه الصينيه. خديت هنايا هاد المطر، هاد الشطه ديال الحار، خديت هنايا عاوتاني هاد لي بات، مغاديش نستعملهم بزاف، خديت غير هادي. وخديت هاد الخميره، خديت هنايا مايزينا، هذا سريرك ديال ولدي. خديت عاود هادشي ديال الحلوه، خديت هاد الخمارات واللدة، عاود خديت هادشي ديال الحلوه، هاد الفلون كيعجبني، هاد الفلون ديال احسن من هداكشي لاخر. خديت هنايا هاد كنور ديال السمن وديال البقري، واخا حنا عارفين ماشي صحي ولكن راه خاصنا ضروري نستعملوه في الحريره. وخديت هاد الزعفران ديال بلعاني حتى هو. خديت هنايا عندي هاد الفرماج كيري، خديته كيعجبني، كيجيني هو احسن من داكشي لاخر. خديت هنايا هاد البواط ديال طون ايزابيل، حتى هي زوينه، كنقسمها على في جوج ديال لي بواط، وحده كنخليها في الفريكو وحده كنستعمل منها، وباش ما كيحماضش لينا كنبقاو نهزو منه، الا بقى هنايا كيحماض قسموه في جوج ديال لي بواط، وحده خليوها في الفريكو وحده استعملوا منها وما تقيسوش بيديكم باش هكا يبقى نقي وما يحماضش ليكم. خديت هنا عاوتاني داكشي ديال الحمص والعدس، والحمص والعدس والثومه والعطريه، انا ديجا طحنتها يعني درتها في البلاصه ديالها. وخديت عاوتاني هاد الملحه، نستعمل هاد الملحه زوينه. وخديت عاود صافي هادشي اللي خديت، وخديت هادي ولدي بغا خديتها له. ودابا ندوز لداكشي ديال التنظيف، خديت بغيت نوري لكم هذا اللي كنستعمل ديال الحوايج، هاد ويب غزاله البنات، الا لقيتوه غير خذوه راه مجرب، انا كنستعملو كنصبن بيه. كنت كناخذ هادي، كناخذها بوحدها يمكن شي 90 درهم، دابا لقيتهم بروموسيون بجوج، لقيتهم بجوج ب 110 درهم، هذيك كدير 30 درهم وهذيك كدير 90، انا لقيتهم بجوج ب 110 درهم خديتهم. وخديت هنايا وقبل بعدا نسيت ما بغيتكمش، خديت هاد الكارطونه ديال التمر، ديجا خليت خدينا منها واحد التمر زويون. وخديت واحد البلاطو ديال البيض، الا خصني غادا حتى نبقى نشريه ماشي مشكل راه كاين. وخديت نكملو في داكشي ديال التنظيف، خديت هنايا هاد الورق ديال المطبخ، خديت هاد
لي لانجيت فيهم ريحه زوينه. خديت هنايا هادو لي كوش ديال ولدي. خديت عاود هادشي هاد اللي كنشفو بها هاد اللي كنحكو بها. عندي هنايا صابون صابون الضوء. وخديت هاد سانيكرو اول مره غادي نجربو، كيعجبني انا ديال العود خديته. خديت هنايا هاد جافيل حتى هو كيصلح حتى للماكينه ديال التصبيغ. وخديت صافي هادشي اللي خديت. خديت هاد لي لانجيت زوينين حتى ما كنستعملهم، هادو ديال اسبانيا زوينين. هادشي كل اللي خديت ديال المواد التنظيف كناخذو من عند واحد السيد كيجيب داكشي ديال اسبانيا، عنده داكشي زوين وداكشي زوين زعما. صافي خديت هادو. خديت هادي حتى هي ما كانتش عندي، حتى هي من عنده. خديت هاد لي بواط البنات زوينين ما كيشدوش لي سباس كاع وزوينين في المنظر. خديتهم خديت ثلاثة حتى ان شاء الله نزيد منهم باش ندير فيهم هكا سنيده الحماص روز تخليهم قادين. واخر حاجه خديتها البنات هما هاد الكاسرونات هادو ديال تركيا، صراحه كانوا عاجبيني بزاف وفاش لقيتهم قلت خاصني ناخذهم ضروري لان غادي ينفعوني زوينين. فيهم خمسه ديال الكاسرونات، فيهم هاد الكبيره هادي، فيهم هاد المتوسطه، فيهم هاد ثلاثه. صراحه كينفعو بزاف زوينين ديال تركيا. كاينين فيهم اللوينات، كاين فيهم الاحمر والكحل، وفيهم هاد الغوز. انا عجبني هاد الغوز هذا عجبني، وجا حتى مع المقله اللي خديت معاهم حتى هي. ان شاء الله غادي نطيب فيهم شي حوايج غادي نتقاسمهم معكم. وشكرا البنات، هذه هي التقضيه ديالي، هذا الشيء هو اللي خديت. كنتمنى نكون فدتكم بشي حاجه. هذه هي التقضيه ديالي البنات. انا تفكرت شي حوايج اخرين مازال خاصيني عاد غادي ناخذهم ان شاء الله. وكنتمنى نكون فدتكم ولو بشي حاجه بسيطه يعني. ونخليكم دابا غنمشي نرجع كل حاجه بلاصتها ونمشي نقاد هذا الشيء. وكنقول لكم شكرا على المتابعه وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله.